اللجنة البلدية أولاد رشاش خنشلة للهلال الأحمر الجزائري تنظم يوما تحسيسيا للإسعافات الأولية بالتنسيق مع الحماية المدنية، وذلك بالساحة المقابلة لمقر البلدية. على واش حتى تأدي باش نحس اسكو الضحية تاعي تنفس ولا ما تنفس وسط الخد، وعيني نشوف في كرشو ويدي فوق كرشو باش نحس به اسكو يتنفس ولا ما يتنفس. في الحالة هذه نلقى الضحية تاعي فاقدة للوعي وتتنفس، لازم لها وضعية أمن الجانبي اللي نقولوا لها احنا بيالاس، نروح نديروا الضحية تاعنا نديروا لها بيالاس. ديك الشيء اللي نجم نعبروا عليه في بمناسبه كيما هذه، احنا ماذا بينا الامور كيما هذه رحنا درناها كمبادره توعويه للمجتمع بصفه عامه، ما درناها الا في ساحه كيما هذه باش المواطن نتاع ولاد رشاش يطلع باللي لو كاين هيئه يقولوا لها الهلال الاحمر الجزائري وعندها مكانه في المجتمع ومصداقية. الشيء هذا اللي يفتح المجال باش اللجنة نتاع المحلية، هي كان اللجنة نتاع البلدية نتاع الهلال الأحمر الجزائري، باش تتشجع حتى هي في النشاط نتاعها. بمناسبة اليوم التحسيسي الخاص بالإسعافات الأولية المنظم من قبل اللجنة المحلية للهلال الأحمر الجزائري بلدية ولاد رشاش ولاية خنشلة بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية الوحدة الثانوية لبلدية ولاد رشاش، يوم تحسيسي لتوعية المواطن الرشاشي بدور الإسعافات الأولية. والهدف تاعنا الأساسي هو تكوين المواطنين فيما يخص الإسعافات الأولية، والهدف تاعنا أنه يكون في كل بيت مسعف. على 5 علاقات، 30 ضغطة، 2 سيفلاسيون، 2 نفخات، 5 علاقات. هنا كي نحسبوا القلب نتاعنا مثلا، جيت تحسب الوعد تحط يدك هنا تحسب له قداش في الدقيقه، قداش عنده النبضه في الدقيقه. بصفتي كرئيس جمعية ولاية للأمراض المزمنة وكناشط حقوقي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مجال الصحة، اليوم راني ضيف هنا في اليوم الإعلامي التحسيسي هذا اللي نظمه فرع تاع الهلال الأحمر في دائرة ولاد رشاش. لكل حال هذا يبين بالتنسيق مع الحماية المدنية والشرطة والدرك، هذا يبين الدور تاع الهلال الأحمر الجزائري في التدخلات نتاعو بالنسبة للإسعافات الأولية والتنسيق نتاعو مع الحماية المدنية في الحوادث. عرفت التظاهرة إقبالا واسعا من طرف المواطنين، ما يدل على زيادة الوعي والتحلي بروح المسؤولية.